مساء الخير مشاهدينا، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك. معي أنا محاسن مرسل وزميلي المصور محمود الباشا. شكل اليوم ادعاء من قبل القاضي رجا حموش على رياض سلامة، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع. عدة أسئلة تطرح، هل هذه الخطوة أتت لقطع الطريق على التحقيقات الأوروبية في هذا الملف؟ هنالك عدة نظريات تم إطلاق اليوم فيما يتعلق بهذا الأمر. استند البعض على موضوع المبادلات القضائية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لا سيما نحن اليوم نتكلم عن المادة 46، وتم الاستناد على البند 24 أو 25 من الاتفاقية يلي بيقول إنه مجرد الادعاء من البلد الأم، يعني البلد الأم يلي الدولة يلي منها انطلق الجرم أو مرتكب الجرم، هذا الأمر يقطع الطريق أو ما يعرف بإزدواجية الجرم على أي تحقيقات أخرى بتقوم فيها الدولة الطرف يلي قامت بطلب المعونة القضائية. يعني نحن اليوم عم نحكي بالأوروبيين، لكن بقلب المادة هنالك البند 22 يلي بيقول انه بس يكون في جرم مالي المبادلات القضائية يجب ان تتم، وهذا الامر يعني بيعلق لحد ما المعيار ازدواجية الجرم. الاسئلة اليوم هي عديدة، لماذا هالادعاء اليوم؟ هل هو تزاكي على القضاء الاوروبي، خاصة انه يعني صارت القصص واضحة، يعني ممكن التهمة توجه الى رياض سلامة بالاشهر المقبلة، طبعا هذا الامر حسب ما يسرب، وايضا تأثير هذا الامر على علاقة لبنان بالمصارف المراسلة، هل هنالك فصل ما بين شخص رياض سلامة ويعني والشخصية المعنوية لمصرف لبنان؟ يعني هل تقيم المصارف المراسلة مصرف لبنان على أساس أداء الحاكم أو الجرم يلي ارتكبه، أم هي بتلجأ إلى أداء المصرف المركزي والتزامه بالمعايير الدولية وحتى يعني الإيفاء المتطلبات يلي بتطلبها المصارف المراسلة؟ كل هذه الأسئلة بيجاوبني عليها اليوم الزميل الصحافي والخبير الاقتصادي والمصرفي منير يونس. مساء الخير منير. نور يا مرحبا، أهلين. الله يخليك. يعني منير سمعت المقدمة مني وتقريبا يعني صار عندك تصور عن كل الأسئلة، أنا حأترك الهواء لك وبدي عندي بعض أسئلة كمان أسألك إياها ببحر الحديث. طبعا عجلوا بتحويل بالادعاء على رياض سلامة ورجا والحويك، لأنه بعد أيام قليلة بالشهر المقبل كنا ناطرين الوفد الأوروبي تحقيقات يرجع على لبنان بجولة جديدة من التحقيقات، كانوا طالبين مقابلة رياض سلامة وآخرين، ويقال أن هناك يعني اثنين من السياسيين اللي وردت أسماءهم بالتحقيقات الأوروبية من الشاهد الملك. طبعا يقال أنه نبيل عون فضل أنه يستمع له بلوكسمبورغ، كانوا طالبين يستمعوا له في لبنان. هو طبعا نبيل عون هو بروكر، يعني هو وسيط مالي وعلى على علاقة بالمصرفيين ومصرف لبنان بحكم عمله كوسيط مالي، ورد اسمه واسم ابنه بعدد من الشركات اللي مسجلة بالجنات الضريبية، فهو فضل انه يكون شاهد في لوكسمبورغ، وهكذا كان. هلا ماذا قال؟ لا نعلم كثيرا، ولكن التسريبات بتقول انه ممكن الوفدة المحققين الاوروبيين اللي جاي باذار يكون عنده اجنده حافله بطلب اللقاءات، اكيد رياض ورجا، ولكن هناك وحويك اكيد، ولكن هناك كلام عن اثنين من السياسيين من المستوى العالي وردت أسماءهم في صفقات وترانزاكشنز بإحدى الشركات بجزر أو الأماكن الضريبية الملاذات الضريبية، وبالتالي قد يكون هناك أسئلة توجه لهم. هل التحويل هذا يحول دون مجيء المحققين الأوروبيين؟ في أراء قانونية كتير مثل ما تفضلتي بالمقدمة، في مادة بتقول لا ممكن يضلهم يستمروا يعني، وفي كلام أبسط من هيك أنه لمجرد توليف المختلف للادعاء مش حيكون كوبي بيست 100%،
وبنفهم ليش، لانه ما لديهم هن من معلومات يختلف عما لدينا نحن من معلومات، خصوصا انه هن الادعاء هون استند لتحقيقات رجا طنوس واللي هي ما حصل تحقيقات اضافيه عليها. بالمقابل الاوروبيين توسعوا بالتحقيقات سواء على اراضيهم لانه التبييض حصل هونيك، وتوسعوا بالتحقيقات محليا بالجوله الاولى ثم بانتظار الجوله الثانيه. فيكفي انه يكون التوليف الاتهامي مختلف، ولو بسطر ولو بجرم ولو بأي شيء ما له علاقة بين لبنان وأوروبا، حتى يستمروا بالتحقيق ثم بالادعاء. سألتك اليوم عن تأثير هذا الأمر، يعني مجرد الادعاء على رياض سلامة، شو بده يصير بتداعيات هذا الأمر على المصارف المراسلة؟ لأنه شفنا حملات تهويل عدة. أيضا بدي استغل وجودك لأسألك، إلى اليوم الدولة اللبنانية طبعا عندما يتم الادعاء على موظف أو يعني أشخاص مثل ما بيقولوا البابس، يتم كف يده إلى حين الانتهاء من هذا التحقيق، ويتم تعيين حارس قضائي، وهذا الأمر بيحصل بمجمل أي قضية بتصير عنا بتتحرك. إلى اليوم لم تكف يد حاكم مصرف لبناني، استمر بإدارة السياسة النقدية بإصدار التعميم، وإلى اليوم كان في كلام لو علق عن التمديد له. بدي رأيك الاقتصادي بهالأمر. أول شيء بدنا نعرف أنه في قانون النقد والتسليف بنص على عقوبات خاصة بالحاكم وموظفي البنك المركزي. البنك المركزي عنده استقلالية كبيرة، وهناك أحكام بقانونه خاصة بالعقوبات، يعني المخالفات والعقوبات، فهو قادر أن يحتمي بقانون النقد والتسليف نسبيا. ثم التحويل اللي حصل من رجع حموش إلى القاضي أبو سمرة لم يتضمن التوقيف، الطلب أنه تحقيق وإذكار إصدار المذكرات القضائية اللازمة. عادة بهيك نوع من التحويلات إصدار التوقيفات اللازمة، فمنلاقي بالنص إصدار المذكرات القضائية اللازمة. فبالتالي كأنه ما في، يعني كأنه ممكن بعد يحقق معه وما يوقفه، يعني هيك شكل التحويل، مش إنه استدعيه، ما في مذكرة جلب وإحضار. فهل نحن أمام اتهام أو أمام استمرار التحقيقات ملتبس العملية؟ لو التحقيقات منتهية اليوم لازم يكون في جلب وإحضار وتوقيف. الإحالة ما بتقول توقيف، بتقول تحقيق وإصدار المذكرات القضائية اللازمة. فإذن نحن أمام تلاعب بالكلام لا يخفي إلا أنه نحن اللي بنعرفه، أكيد رياض ما بدهم يوقفوا للأسباب العديدة. هلأ هل الموظف العام بيتوقف عن العمل لمجرد التحقيق معه؟ لا، هو يتوقف عن العمل لمجرد بعد الاتهام عليه والمحاكمات. عنده حلين، إما يستمر إما هو يستقيل ويتابع المحاكمات، ولكن لا يعزل إلا بحكم نهائي مبرم طبعا، هذا أكيد، لأنه وإلا بيكون هو يظلم إذا عزل أو أقيل، وهو يفترض يكون براءة. ممكن بس اليوم نحن عم نحكي على جرم كبير جدا، يعني جرم على جناية، يعني عم نحكي عن تبييض أموال، إثراء غير مشروع، تهرب ضريبة، ما في حكم، بس أقله كف اليد إلى حين البت بالدعوة. يفترض من ناحية المبدأ بموقع مثل هذا، لأنه في كتير تضارب مصالح وشؤون مالية للدولة ولا أطراف ذات صلة بالقطاع الخاص وبالمصارف والمدعين، خصوصا بظل الأزمة المتشابكة والمعقدة جدا جدا، كان لازم هو يتنحى ويقول أنا بدافع عن حالي وعينه حاكم. ولكن هذا الموضوع أصبح سياسي، موضوع الحاكم تعيينه وإقالته، هذا ليس بالأمر التقني الفني البسيط اللي يجري كما يجري في ظروف عادية وفي دول عادية. نحن لسنا ببلد عادي بهذا الموضوع ولسنا بظرف عادي. بقاء الحاكم في مكانه إلى آخر دقيقة هو قرار سياسي، وكانوا طبعا متأملين يمددوا له، ولكن يعني تدور الدوائر بحيث أنه يقطع الطريق عليه من حيث التمديد. هلأ لازم يطلع، هلأ أخلاقيا إيه لازم يطلع، عمليا لا، هو ليس متهما بعد، هو يحظى بقرينة البراءة، ما حصلت محاكمات ولم تثبت عليه كل هذه الاتهامات مهما كانت ضخمة ومهما كانت مفاجئة للجمهور، ولكن هو في دافع عن حاله، واليوم هو مصرح بيقول أنا براء من كل هذه الاتهامات. فيما يتعلق بموضوع المصارف المراسلة، اليوم شفنا حملات تهويل من انطلاق، يعني منذ الكلام عن انه رياض سلامة هو متهم، يعني برجع بقول انا هو متهم، فبالاخير يعني مثل ما قلت في قرينة البراءة، كان في حملات تهويل عم بحكي من سنتين انه هي الامر بيأثر على سمعة لبنان المالية وقد يؤدي الى قطع علاقات المصارف المراسلة مع لبنان، رأيك بهالموضوع؟ نعم، في شقين، الشق الادعاء على بنكين بتبييض الاموال اللي طلع من يومين،
بالكباش القضائي بين القاضي غادة عون والمصارف، وهذا البنوك المراسلة احتياطا وقت بيكون في بنك متهم بتبييض الأموال احتياطا تعلق التعامل معه إلى حين إثبات أنه هو ليس معنيا أو بريئا من، يعني هي ما فيها تاخذ ريسك، البنك المراسل ياخذ ريسك أنه يتعامل مع بنك محال إلى القضاء، فبياخذ إجراء تحوطي وبوقف التعامل معه. في بنكين محالين متهمين بتبييض الأموال، لنفترض أنه البنوك المراسلة وقفت التعامل معها، هناك بعد 40 بنك آخر بلبنان، يعني الاعتمادات التجارية ممكن تفتح ببنوك أخرى. فبالتالي أنه تهويل ببيانات جمعية المصارف أنه هذا الأمر يعزل لبنان عن العالم وما بيعود فيه استيراد ودخلنا الجوع، تهويل معروف الأسباب. إذا هني بنكين ما عاد في تعامل بينهم وبين البنوك المراسلة، في 40 بنك آخر فيهم التجار وفيهم الناس يعملوا عبرهم التحويلات سواء للتجارة أو للتحويلات المختلفة سواء للطبابة للتعليم إلى آخره، يعني بعد ما نحن متصلين بالنظام المالي العالمي، وهذا التهويل ما له معنى. هلأ فيما خص رياض سلامة، وما إذا كان لازم النظام المالي العالمي يعزلنا، بعدنا بنرجع نقول نفس الكلام، ليس هناك من حكم مبرم على رياض سلامة، يعني ما بيكفي هذه، لانه حفاظا انه ممكن اي حدا يدعي على اي حدا ويعزله ويعزل لبنان والى اخره، هي مش هيك بتصير. هذا الامر بينتظر حكم. في جانب ثاني، هل اليوم على المستوى الدولي العالمي مطلوب عزل لبنان وزياده مشاكله بحيث يجي البعض اللي متصيد بالماء العكر يقولوا شفتوا الحصار؟ انا برايي هذا موضوع سياسي كمان، منه فني تقني مثل ما البعض عم يعتقد. يعني بيكفي سطر واحد من الخزينه الامريكيه وبيعزلونا عن السويفت، وعندهم الحجه قد ما بدك، كاش ايكونومي، قرض حسن، تبييض اموال، الحجج موجوده، يعني لا ينقص الامريكان حجج ليعزلونا عن النظام المالي العالمي. والخزانه الامريكيه بتعرف انه في فساد بقطاع البنوك، وقالته هالكلام للياس بوصعب وقت اللي كان باجتماع وزاره الخزانه، قالوا له هناك فساد في القطاع المصرفي، نحن بنعرف عنه، هناك كوليزيون، هناك تضارب او تقاطع مصالح بين الطغم السياسيه والطغم المصرفيه الى اخره الى اخره. ولكن من هون حتى يقطعوا لبنان عن النظام المالي العالمي، هذا بيصير قرار سياسي بيزيد مشاكل لبنان وبيعطي حجه لكل اعداء امريكا انه شفتوا عم بيحاصرونا، وهذا الدليل القاطع. فالموضوع سياسي كمان مش بس تقني. يعني انا بتشكر كثير الزميل والخبير الاقتصادي والمالي منير يونس، دائما بنستفيد منك، شكرا لك. اذا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحه بيروت سيتي على فيسبوك، اللي قاله منير اليوم يعني هو كافي ووافي، ولكن في 3 أشهر حيكونوا الى حد ما حاسمين بملف حاكم مصرف لبنان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، هل هو بريء أم هو مدان؟ ولكن إلى اليوم كل ما يسرب بأن هنالك يعني سياسيين من الصف الأول هم مورطون معه، سواء بالشراكة مع الشركات يعني بالدول اللي بتعتبر جنات الملاذ الضريبي. لهيك اليوم عم نشوف هيدي التغطية الكبيرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. أنا بتشكركم على حسن المتابعة.